السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكونات المكونات الغذائية أو مكون توابل، ومكون توابل فيه لائحة يعني من تصل إلى 8 أو 9 مكونات، هي الآن المعروفة المعهودة والمعروفة عند الناس، أما اللائحة فيها أكثر من ذلك. فنتكلم الآن عن توابل غير معروفة ولا يستعملها الناس كتوابل، هي معروفة ولكن لا يستعملها الناس كتوابل أو يغفلون عنها أو لا يعني يحتقرونها حتى. فهي حبوب الكزبرة، حبوب الكزبرة يعني عليا بالأنجليزية هناك تسميات، مثلا الكزبرة الطرية سيلانترو، سيلانترو هي الكزبرة الطرية، ولكن الكورياندر جرينز، الكورياندر نعني بها يعني حبوب يعني هذه الكزبرة، حبوب الكزبرة يعني هذه اللي نعرفها، وهي حبوب جوفاء يعني ليس بداخلها شيء، غلاف هكذا ليس فيه شيء، ويعني حتى شكله خفيف الوزن، يعني حتى الفلاحة هذو المزارعين لا يحبون هذه الكزبرة لأن لا تعطي وزن، يعني هذا يعني كيسين أو ثلاثة يعطيهم 100 كيلو، يعني القمح كيس واحد يعطي 100 كيلو، يقدر يعني يعطي 100 أكثر من 100 كيلو، ولكن ثلاثة أكياس ليصل المزارع أو الفلاح إلى 100 كيلو. ولذلك يعني بطلها الناس عن تقريبا المناطق في المغرب كلها تنتج كزبرة، علي تقريبا الدول الجزائر المغرب وتونس وهذه الدول كلها منتجة لهذه، ربما تونس يستهلكون الكزبرة أكثر من المغاربة ويستهلكونها على شكل حبوب يعني، وإنتاج ينتجون كذلك هذه الكزبرة، يعني حتى أن الآن كان استيراد من دول الأوروبية من فرنسا مثلا، هذه الدول كان استيراد الكزبرة حبوب من هذه الدول، رغم أن علي بلدان هي تنتج كزبرة وهي لا تطلب أي شيء، لا تطلب لا سماد ولا مبيدات ولا أي شيء، يعني الناس هكذا يزرعونها في الحقل يحرطونها فقط، وهي لوحدها وتعطي مردودية جيدة، هي خفيفة في الوزن ولكن تعطي مردودية جيدة يعني في الهكتار. فمع الأسف هذه الكزبرة حبوب لا تستهلك، تقريبا لا تستهلك، حتى أن في وقت ما كان النساء يتبخرون بها، يحرقونها على النار ويشمونها يعني هذا الدخان، ويقرنونها بأنها تطرد الجن أو شيء هكذا. هذه أشياء يعني ممارسات قديمة جدا كانت يعني في هذا في بلادنا. فالكزبرة هي من التوابل القوية رغم أنها حبوب جوفاء ليس فيها شيء، ولكنها هي يعني أقوى من جميع الحبوب أو يعني جميع النبات من حيث التركيب الفيتوستروجيني، من حيث السيتوستيرولات، السيتيرولات ليس السيتوستيرولات، هما السيتيرولات كاين الأنواع، كاين البيتا، كاين السيجما، كاين أشياء ديال السيتوستيرول والسيجما ستيرول والبيتا ستيرول، هادو الجاما، كاين ستيرولات متنوعة، هي من حيث الفيتوستروجينات والستيرولات هي الأولى حبوب الكزبرة. حبوب الكزبرة سبحان الله فيها الفيتوستروجينات وفيها نحاس، يعني فيها التوابل، فيها شيء بسيط، فيها أملاح معدنية طبعا، فيها فوسفور بوتاسيوم صوديوم، ولكن الكزبرة فيها نحاس يعني، وفيها بعض الأنزيمات التي تحفز، هي ليست أنزيمات هي هرمونات. لماذا؟ لأن هي الفيتوستروجينات نفسها والستيرولات نفسها تحفز الهرمونات اللي منهم الأنسولين، يعني هذه الحبوب اللي تكلمنا عليها اللي هي مصدر الفيتوستروجين والسيتوستيرول اللي هي التوابل والحبيبات، الحبوب اللي تكلمنا عليها، حبوب الكتان والحبة السوداء والحبرشاد والحلبة وكذلك السمسم واليانسون والشمرة والكروية، هذه حبوب معروفة بتركيبها الفيتوستروجين والستيرولات. كذلك التوابل، التوابل هي مصدر مهم من الفيتوستروجينات وكذلك من الستيرولات، والكزبرة داخلة مع الحبوب الأولى، الكزبرة حبوب الكزبرة داخلة مع السمسم ومع حبوب الكتان. لماذا؟ لأنها تحتوي على هرمونات قوية نباتية قوية، وهي تخفض الضغط وتحفز الهرمونات الداخلية مثل الأنسولين مثلا، يعني الناس المصابين بالسكري تدخل في النظام الغذائي، الحلبة والحبرشاد وحبوب الكتان والكزبرة حبوب، هذه تدخل في تغذية هذه الأشخاص. لماذا؟ لأن الفيتوستروجينات على الأقل يخفضوا الضغط، لأن ما لازم يكون ارتفاع الضغط عند الناس المصابين بالسكري، وما لازم يكون ارتفاع الكوليسترول، وهما الفيتوستروجينات والستيرولات كيخفضوا من الضغط وكيخفضوا من الكوليسترول، يعني بمعنى أنهم جيدين الناس اللي عندهم سكري، ليس لأنهم يعالجون السكري، ومن يبحث عن علاج السكري لن يجده، يعني سيبحث طويلا، يعني سيجده لما يشيب الغراب، ليس هناك علاج للسكري، فيجب أن لا يستمع الناس للكذب ولبعض التضليلات ولبعض يعني لبعض الأقاويل هكذا. فالسكري هو إعاقة داخلية، أن الأنسولين يعني لا تنتج يعني من البنكرياس، ولذلك فيأخذ شخص
إكزوجينوس يعني أنسولين على عبر الحقنة فقط، ولكن الناس هناك أقاويل لقد وجدوا داء السكري وعلاج نهائي للسكري، وبريطانيا باحثون عملوا وهذا عملوا، هذه أقاويل فقط. السكري إلى حد الآن متواتر في البحث العلمي أن ليس هناك علاج ولن يكون علاج. لا نرى لماذا؟ لأن شيء يعني العضو لا يشتغل. هناك حقنة مستمرة الآن مع التقدم العلمي، الحقنة أصبحت مع الإنسان، وأن هناك واحد مضخة بسيطة هي تضخ هذه الأنسولين كلما ارتفع السكر في الدم. هذه يعني تقدم علمي في هذه الآلات ومعدات هذه الآن اللي أصبحت مع الإنسان لكي يبسطوا هذا حقنة ديال الأنسولين فقط. أما علاج السكري هذه الناس لا ينتظرون هذا. فهذه الحبوب تدخل في النظام الغذائي للمصابين بالسكر، وهذه الكزبرة هي قوية، هي قنبلة فيتوستروجينية، هي قنبلة فيتوستروجينية وفيها استيرولات، وفي هذا الملح مثل هذا مثل النحاس، يعني هذا ملح النحاس. ونحن نعلم على أن النحاس جيد للمصابين بالسكر وجيد للمصابين بالأنيميا، لأن النحاس هو الذي يحفز الأنزيمات التي تحول الحديد المعدني إلى الحديد الدموي السيريك آيرون، وبدون نحاس لا يتحول هذا الحديد. ولذلك الأنيميا هي ليست أنيميا الحديد فقط، يجب أن نقوم بتحليلها بأن الشخص غير مسمم بالرصاص، ثم أن يكون النظام فيه نحاس، ثم أن يكون هناك امتصاص، وأن لا يكون هناك ميتابوليك سندروم، بخصش يكون ارتفاع السكر والشحوم الثلاثية في الدم، ما يكونش عاد نعالجو يعني هذه الأنيميا. والأنيميا ليست نقص في الحديد، نقص في الأفكار ونقص في العلم، ويعني جهل تام بهذه الأنيميا. ليست نقص في الحديد، الأنيميا نقص في كثير من الأشياء. الأنيميا هي عدم الامتصاص للجسم، أنه لا يمتص الحديد، أو الحديد لا يتحول، أو تسمم بالرصاص. لما يكون تسمم بالرصاص تكون أنيميا الحديد. هذه هي الأشياء. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.